لا احد تو يسعد الصبح لتي مدح بسم الله الرحمن الرحيم. باسم شبامة بلال منسقة مشروع الإقامة الفنية للمرأة صوت تسلم. دوري في هذا المشروع هو الربط بين مركز ترانيم للفنون الشعبية والشركاء المنفذين لهذا المشروع بهذه الإقامة اللي تستمر 12 شهر اللي هي سنة والدراسة فيها تستمر 10 شهر. اسم محمد بسيدي أستاذ مؤطر في مشروع صوت تسلم. دوري في هذا المشروع هو تدريس المدح الشعبي من منظور نظري خلال تدريس نصوص المدح الشعبي محاولة مثلا شرحها وتفهيمها لهذه الطالبات من أجل أنهم الصبح يعودوا مثلا حافظين نصوص المدح الشعبي يقدروا يؤدوها بطريقة تعود تتماشى مع تطورات العصر وعودوا من خلالها فاهمين المحتوى العام اللي يدرسوا وعودوا يقدروا يعرفوا مثلا شنو هو المدلول المعنوي لهذه النصوص وشنو هو البعد التاريخي. الاسم عبد الفالح داح رسول الله صلى الله عليه وسلم استاذ معطر الشباب ان شاء الله هم ان شاء الله يتخرجوا من هذا المركز ينقادوا التراهين باذن الله تعالى. مركز النير اللي مهم عنده متح صلى الله عليه وسلم خاصه لمده جيت تعطيها افكارها كامله ان شاء الله هم ان شاء الله مرقوا ان شاء الله مده من هذا المركز ان شاء الله باذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عبد الله السالي تعليم طائرات رقص. Yeah.
وقد مهره.